أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أنه قام بزيارة لعدد من المشروعات التي تنفذها الدولة بالأقصر تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذا وأضاف مدبولي إلى أن الدولة تركز جهودها في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا لأن الحكومة تحاول الإسراع في إنجاز تلك المشروعات لتعويض سنوات الإهمال وعدم التنمية. جزء من الزيارة طبعا كان للمشروعات اللي الدولة بتنفذها تحت مبادرة حياة كريمة، شفنا المجمع التكنولوجي وأيضا والإداري وأيضا مشروع محطة مياه الشرب الكبيرة اللي بتخدم أكثر من أكثر من 150 ألف نسمة، هيبقى دايما كان عندهم صعوبة ودايما في الصيف بتبقى فيه مشكلة نقص مية، ولكن مع المحطة اللي بدأت فعلا واكتملت المرحلة الأولى منها بطاقة 17500 متر مكعب في اليوم دي بتخدمهم، مع إن احنا هنبدأ كمان في مرحلة تانية إن شاء الله. الدولة مش قاصرة أو مركزة اهتمامها في منطقة واحدة، بالعكس كل أجزاء مصر وكل ربوع مصر وكل محافظات مصر وقراها ومراكزها بتنالها حظوظها من التنمية، وده شيء مهم جدا لأن مصر محتاجة أكتر من كده ومحتاجة شغل أكتر من كده ومحتاجة إن احنا كنا ننفذ هذه المشروعات على مدار عقود سابقة، وبالتالي كون إن احنا كحكومة بنحاول نسرع الخطى في تنفيذ هذه المشروعات وننجزها في وقت أقل، ده هدفه كله إن احنا نعوض سنوات من سنوات من مش هقول الإهمال ولكن عدم التركيز على عمليات التنمية المتكاملة اللي كانت تستحقها قرى ومراكز مصر المختلفة بعيدا عن القاهرة والعواصم ومراكز الحضرية. وبالتالي وجودنا النهاردة في مدينة زي إسنا، المراكز اللي احنا عدينا عليها واحنا جايين من الأقصر، دي رسالة مهمة جدا ان الدولة المصرية حريصة على إيصال عملية التنمية لكل المواطنين فيها في أقصى الربوع والحدود، إن شاء الله تكتمل كل هذه المشروعات على خير.